طاري هي هاد عمي لاباس عليك ولاية تندوف هذا ولاية تندوف مرحبا بك مرحبا بك هلا ولاية تندوف احنا معايا واحد المسموع هذا هو اللي هذا هو التونسي هذا هو اللي شتو عياله بجموله شتت الدرون بالهيشه هذيك وركلاحته في السنغال وركلاحته في مالي اخي سمعتوا بالتركه اللي البارح جاتهم الهيشه ديك قالوا عنهم سته وفيهم كراغله قاع الدرون هم هذه الكراغلة ما بقى بايقة ما محاشين فيها روسهم أصلا فيها الكراغلة قصر ما بسمعناها حق والله اللي قالوا قاع واحد كان عايش في إسبانيا وخلى مراته فمه شيبانية إسبانية يقلعبوك يقلع عنه يدور يحارب يا الأغضب يقلعبوك يلا هو جات بايقة ثانية أكبر من هذيك يقولوا لي أشكو ولا شن أكبر من الدرون أم الدرون هذا خيدي أشكو شتعود قاع هي هادي تم زنين توقف عليك كي ملك الموت فوق راسك برم لكن حلت ما يسمع يبقى يتعرف كبس أقول لك هذه قوة ضاربة قوة حازقة راعي المقاربة تقول المقاربة عادوا يصنعوا قاع الدرون خلات خيمتكم والله انا كان فيهم الاحلال يقولوا جاتك الدرون يخلعونا كي تلك الصغار يا حسين ما تفتكش مع المغرب مارد يا حسين يا المغرب يبعث الدرون والله ما ينفدلكوش واقسم بالله باش تموت يا صاحبي باش تتخراك يا صاحبي يا غار حسين ضر سولك خويا هم المغاربه دريك يظلموا حد يجوا يخطونا في مخيمات ما يجوا يخطونا في المراعي اللي نسرحوا فيها ما يخرطونا غير اللي قاسهم شور الحدادة وشور الحيود فهم ما يخرطوا أمه يقرروا مصيروا فهم أنا جاتني برقية علي نمشي نقاجي مع كتيبة في الناحية الثالثة قلت لهم ماني ماشي وماني قايسة أنا مريض عاد أولاد القيادة ما مشاو أولاد تركة القيادة وتركة إبراهيم غالي وتركة مصطفى مولود السيد ما مشاو أسبانيا وفرنسا والله الصالح حق ما مشاو نمشي أنا ما عندنا شيء يقدموني أنا يطحروني المغاربة والله ماني قايسة ولاني ماشي لها والله يا ولد عمي ما تقضي سك السحاري فما جاتك الدرون زنزم لدى بعد تكلم يا القرد حسين عندنا واحد عامل ديزير معنا دولة الزواب خلوني نتكلم ما خلوني هذا الفوقاني يتكلم خليه مسكين حبيبي تكلم يا القرد الجزائري تكلم تفضل يا قرد لاباس تكلم مع تونسي تكلم مع حق الله راه ما فهمنا احنا لاباس هذه جزائري بطانة معناتها لاباس ولا يقولوا شوالة هذه تطلعوا تلفوني ما تفهمهم شوالة تمانا سكر الميكرو حسين خليني نحكي مع ديزي لا ما تحكيش معنا مع تمانا بكو نارض ما نحكيش معنا نحكي مع تمانا لا ما تحكيش مع تمانا شبيك انت تحكي مع تمانا تحكي مع الحرمة احكي مع رجال كنتكي هي كيف انت في زوج حرمة يعني كم كونك شهداء ونك بخروبة في قبرها ما تطيحوش شفت يا تمانا كيف ولد الكلبة هذا ولد الكلبة انت يا بزازل الكلبة راسك القرد يا خليني يا تمانا ناظر ما كنا تخليني مع ولد الكلبة هذا ما تحكي يا امير مو راي كلبة ما طيحش لين تم ونسقوا فيك الليلة وماري طيرك يا تونسي ما طيحت ما طيحش يا تونسي هذا تونسي هذا ليعود سفير الجمهورية ان شاء الله لا 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 ما طيحش هو ولد الكلبة قد يطيح لنا ما طيح أدريك أنا مو معاك يا الصحراوي ما طيحش لهذا الجزائر طيحوش أنا راني أسلمت صاحبي راني أسلمت معاكم أسلموا عادي اعترف بجمهوريتنا هو التونسي ولد الكلبة قد يقول لي هو ولد الكلبة وقد يهضر علي أنا وش درت له أنا صاي ما طيحش أنا أتكلم أنا ما نطيح لحد تندوف راي تاك تمنا صاي هاي مريق لك الله فيك أنا أسلمت معاكم ايوا سلمتي البارح لا انت عاود ترجع كل يوم تسلم على يدي ولا كيفاه تجديد نجدد انا نجدد كل يوم نجدد الدين تاعي معاك كيف انا لا مره واحده ما هو كل مره هو عطوني خدمه ندير معكم واش ندير انايا واش ندير معكم
جيبنا الجزائريين نجيب نلملكم الجزائريين شويه يسلموا معاكم. سمح يا ولد سمح يروح نيكم ما كنت ما تهضرش معايا. قول قول انتما سمح يا كرغولي سمح سمعوا التونسي سمعوا ايه سمح انا عندي هي دبلوماسيه معناتها ما ينجمش تو يحكي معايا هذا ولد الكلبه هذا القرد. احترموني احترموني ايه احنا نموتوا في تمنى وهو شنو يحب يعرس بيك يا تمنى واحنا رجال هنا كيفاه ما يهرش شويه ايه كيفاش يقولي تندوب نتاعك تندوب نتاع المغرب هو يساعد بقضيتنا. حق الله شو التونسي دريك عندنا مفهوم لازم نوضحوه. احنا دريك جمهورية تندوف الصحراوية وفيها شعر صحراوي وفيها مخيمات خمس مخيمات مخيم وسرد مخيم الصوارة مخيم بوجدور مخيم الداخلة مخيم الرابوني ياسم المخيمات ياسم الولايات الحمد لله. يجينا واحد كرغولي تم يقول لي انا ما عندي حق في أراضي تندوف وأنا 50 سنة وأنا فيها هذا مرفوض. ليه مش معقول مرفوض هذا قطعا. حق الله حسين وضح لهم شوي. حق الله وضح لهم لازم نشرح. 50 سنة احنا عايشين معاهم في الوهم وهذاك يجي يقول لك لا واقف يسوى المغرب والله يسوى المغرب وين المغرب. السلام عليكم. وعليكم وعليك السلام. كيف الحال؟ أي ولايتك؟ أنا من الجزائر. من وين في الجزائر؟ من الشرق الجزائري. من وين في الشرق معناتها؟ قصدينا ديجل خويا. ديجل أنت مع جمهورية القبائل؟ أنا أوني دي بتيت كابيلي شوية ألجيريان مون خير. هذا قبيلي. أنا قبيلي. تو كابيل فخير. طول الغسبي فخير. طول الغسبي. على الريبوبليك ديمقراطيك دو كبايل. هاي. نو فا ديمقراطيك مو فخير. أنا قبيلي جزائري. وانت تونسي أنا نهضر مع صحر وما نهضرش معاك. ما فماش قبيلي جزائري معناتها. ما فماش. تمنى. كوبي الميكرو التونسي انا خلاص نهضر معكم انتم ما نهضرش مع تونس. تكلم ما تهضرش مع الحرمه راني نخاف على تمنى من حقي. خلوه معايا خليني نهضر معاك بلا مشكل. التونسي حق الله خليه معايا يا الجزائري تكلم دراك شنو دخلتك شنو عندك. انا المداخله تاعي تاع جمهوريه تندوف هذه ما فهمتش. انا التونسي شراه يهضر شراه دخل تونس في تندوف وبصحابه. خليك انت من تونس دراك تكلم معايا انا كواحد من الشعب الصحراوي اللي انتو جبتوه لتندوف وقلتوا عنه لا يتعدلوا له دوله في الصحراء الغربيه. غير الصحراء الغربيه دريك الداه المغرب. احنا قواتنا لما تمشي تحارب المغرب تجبر الدرونات. انتم ما اعطيتونا سلاح ما وقفتوا معنا. وين اليوم برشا مروك ما يحكمش معنا. لا نكمل ونوضح له. حق الله نوضح لكم بعد عدل انت تعقيبك وعدل كلامك اللي الدوره تقوله. اللي نوضح لك انا عنه نظامك لما كان في عهد بوخروبة او بومدية اللي تقولوها انتوما قال لا يعدلنا دولة في الجنوب المغربي في الصحراء الغربية ودخلها الامم المتحدة. قال الامم المتحدة حكمت للمغرب والمغرب ادريك عنه قابض الاراضي وحدوده مع موريتان قالوا مفتوحة ويمشي فيها تجارته. احنا ادريك تولدنا يعني خلاقة وخلوق في تندوف. احنا وضعيتنا شنهي لما يخرج الرئيس الجزائري يقول الى غدتو تقيسوا تندوف الى غدتو تقيسوا موريتان ولا غدتو تقيسوا المغرب نصفقوا لكم. احنا ما لنا موريتانيين واحنا ما لنا مغاربه. احنا اخلاقه احنا زياده وخلوق. نهار خلقنا ربي اجبرنا راسنا في تندوف اشلاين عدل. احنا رايه الجمهوريه الصحراويه اللي هي البوليزاريو مرفوعه في تندوف. إذا عادت أنت قاعد تنزلها تعال لتندوف. اسمعني أنت هضرت معي أنا نعطيك سؤال وجاوبني عليه. صحيح يا ابن الصحراء صحيح ما ينجموش الجزائرية يمشوا لتندوف؟ يعني كنت في تندوف تندوف أنت تنسي راك مريض ما نمشيش تندوف. تندوف وين؟ تندوف وين جاية؟ وين جاية تندوف؟ كيفاه مريض صافي والله أقسم بالله عبدو أني شفت لايف معناتها نتاع العباد من دولة بوليزاريو يقولوا ما نجموش الجزائرية يمشوا لتندوف. يا ودي والله لا أنا في تندوف خويا أنا في المارشي تاع تندوف كاع.
هاو يحكي معك من تندوب صاحبي هاو ديريك. خليني نعطي له سؤال انا للصحراوي خويا. خويا صحراوي خويا تندوب وين جاية؟ هذه اراضي متنازع عنها معناتها راهي في الامم المتحده متنازع تندوف هكا تمس غربيه اي بنحكي معك بالرسمي معناتها في التاريخ عندنا في تونس هذيك اراضي مغربيه اصلا كنا نحكيوا على التاريخ المغرب 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 اللي نهضروا عليه كنا نحكيوا على التاريخ راهو حاكم من تونس وجبد ميه باش ما نحكيش على التاريخ. احنا الغريب نتكلموا على المغرب احنا الغريب ما نتكلموا على المغرب ما عندنا هذا الجزائري يعترف بان المروك خدمه نجيكم هوك ونجيكم هوك على الموضوع احنا نتكلموا لا على قضيتنا لا على الجزائر في الجزائر الصحراء الغربيه في الامم المتحده سمعتوا اش قال الجزائري المغرب المغرب خذاه وين خداها المغرب؟ اسمع اسمع يا أرضهم يا صاحبي أرضهم أرضهم يا أرضهم شبيكم صاحبي خليه يتكلم خلوه يتكلم عنده طريقاسي يفوت في المجال الجوي بالطائرة تاعه للصحراء الغربية ولا ما عندوش؟ يا الجزائري انت ما جبت اخبار البارح ولا ما جبتها؟ راهو سته من الناس من الرجاله الصحراويين ماتوا البارح في الحداده عنها درون مغربيه خبطتهم دي الدرون منين تطلع؟ تطلع من اسبانيا ولا تطلع من المغرب؟ ثم جننتونا بالخرطة اللي عندكم تميتوا صفقتوا علينا بالكذيب سنوات وبغيت تقول لي أنا المجال الجوي شكون يتحكم فيه تاع الصحراء الغربية المجال الجوي شكون يتحكم فيه المغرب الصحراء الغربية يا عبد المغرب عنده مطار في العيون وعنده مطار في الداخلة وعنده مطار في السمارة وعنده مطار في بوجدول من يتحكم في الصحراء الدرونات هذه اللي تخطفينا الدرونات اللي قتلت الجزائريين منين جاتك الدرونات عنده مطار في السرد المهم نعطيكم كلمة من الآخر جمهورية تندوف هاكم تهضروا اللي راجل فيكم ينوض في تندوف يكون جمهورية تندوف ويخرج راحنا دويت سيدي شتو هذا في الآخر لا يسبكم احنا توانسة الكل باسم توانسة الكل نساندوكم ونساندو جمهورية تندوف هاك الله فيكم يا توانسة اح جانا الرجال التوانسة لا حنحن السلام عليكم عليكم معكم لامياء من روتردام مغربية فتيتو مانا بغيت حق الله رفدي حكايتك وقيمي عنا رفدي حكايتك وقيمي عنا رانا بالله وشراع معاكم يا اختي احنا ما عندنا غرض بالمقاربة المقاربة ما يطلعوا عندنا قضوا عنا ما عندنا من احنا قايتنا نتكلموا على قايتنا واش دخلهم فينا؟ والله أصل الحق يا سوء أخي هما ما يسبوا ماشي يا عبد الله طلعهم هذا جاكم هذا كبسوا جاكم هذا بسيوف قول الله يدير الخير هذا القعقاع بن قاع المضروب في فرنسا هذا بعد بالسيوف تاع كبير والله يدير ما تردوش السلام شوما ما تردوش السلام ولا كفار عليكم السلام اتكلم يا عندك تكلم باغي تدو تندوف ولا ديتوها رانا فيها المهم انا نعرفكم زعما رجال ونساء من فوس تندوف قولوا جمهورية تندوف تاعنا مو تيك توك راكم غير تضيعوا في الوقت كيف توما كي توانسة ما يهضروا كذا وقعد توانسة كيفكم نبلعوا لكم الحدود وقطعوا لكم الضوء ونحبسوا عليكم الضوء راك سمعت توانسة لك وبرك اش طالع تقول هذا هو اللي راني طالع نقول الى انتم رجال خرجوا من تندوف قولوا انتم تندوف ترعانا في تندوف الحمد لله خلقنا فيها وبنا فيها بصح خرج موسى وهضره الهضره ما تهضرش ما انا مارقين عندهم انتيا قاعد على الله نقول كلمة ما لنا مارقين منها ولا عدت انت رجال تعال مرقنا منها احنا ضرابوا الجمهورية الصحراوية مرقوا والله ما هذا من وعندنا مقر رئاسي وعندنا
مكتب النواحي وعندنا جامعة الصحراوية وعندنا مركز الثقافي الصحراوي وعندنا المتحف الصحراوي، كل هذا في أراضي سندوب. لعدت انت كلها مراكز مؤقتة، كلها مراكز مؤقتة. يا غير ولا تولي مروكي، يا تولي كيما نتوما كيما نتوما اللي كيفكم، يا يولي مروكي يا يولي مروكي. ليه سامحني سامحني، كلامك مش صحيح صاحبي، كلامك مش صحيح، كلامك مش صحيح. وانت التونسي وكاجو التوانسه، كلامك مش صحيح. نبلعوا لكم الضو، شو نقطعوا لكم الضو ونبلعوكم الحداده ونخليكم تقاتلوا مع بعضياتكم. اسمع مزيان، ما جاوش التوانسه كيفك، احمد ربي ما جاوش كاع التوانسه كيما انا. عايش في كندا دا صاحبي، انا في كندا صاحبي لاباس، انا في كندا وجال، انا مانيش في الطابور يا ربك، مانيش في الطابور. لا حتى احنا والله ما يا مانيش في الطابور يا قعقاع، مانيش في الطابور، مانيش نعيش في الفقر، مانيش زايري. هذيك لافولي اللي تعيط، مانيش زايري، تحيا تونس، مانيش زايري، مانيش زايري. لا المروك اعطيني جوله نجيفو بها غير بشويه، نجيفو قويين برشا معنا، لا هذوك قويين برشا عليكم، قويين صاحبي، قويين المروك، قويين يعني ما تحكيش عليهم هذوك يا جاهل. الهضره تاع التيك توك خليناها لكم، هذه هي الهضره، ما الواقع حاجه واحد اخرى. يلقى حسين قول له كلمه، يلقى قاع بلاتي بلاتي. شوف هذا القاع، هذا يتكلم، قال كلمه هون عنا احنا، يا نعودوا مقاربة يا نعودوا موريتانيين. قلت هذه الكلمه ولا ما قلتها؟ نقولها ونعودها لك. هادو كاجاو الصحراوة كيفكم، شوف والله عاد نفرخ مراه قاعدة، يا تولي موريطانية تولي مروكي. شمزي عندك زرنا كيفك. صنط 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 يا القعقاع، أنا نعرف عنك شيعي رافضي. صنط، إحنا هون في تندوف ما لا يحركنا منها يا شي، ما هو مولانا. قسم بالله شو انا غير رانا عطي لكم غير ليمان وجامع ليمان يا مالنا لا ينحركوا منها يا ودي. والله تحرك فيا، والله تحرك فيا شعره بهضره خاويه نتاعك بلا بهذه الهضره تاع تيك توك. والله الواقع، اما الواقع كي يجي الصح الكربوني عندنا في الواقع. والله يا تندوف ما تينا مارقين منها. نقسم لك بالله العظيم ويحمى قرنكم، نقسم لك بالله لا كابتك ولايتك. والله شوف هذا الوهم في العجاج يا هذوك راهم يضربوا على ارضهم الجيه، يضربوا على ارض، يضرب على 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 يضربوا على الشعر مروك. اسكت اسكت، اسمع اسمع يا اللي مضروب، اسمع يا اللي مضروب قاع، والله ما فيكم الا حلال الا تشراقر فم. اسمعني شو والله لا شواكر عليكم، شو والله لا شواكر تاع افريقيا. بغيت نقول لك يا اللي مضروب قاعو، اسمعني نقول لك يا اللي مضروب قاعو اسمع يا اللي مضروب قاعو، الكلمه عندك والمغاربه، المغاربه طحنوا منكم ثلاثه وما قديتوا ترجعوا، المغاربه طحنوا منكم ثلاثه وما رضيتوا عليهم، عندك الحريه ترجعوا عليهم ترجعوا. يا الصحراوي يا الصحراوي، والله انك تلونوا ثلاثة وبعدهم ما فيهم ديروا ولا قدوا يديروا شيء، ما هم لا يديروا شيء، ما هم لا يديروا شيء، ما يمكن. المغرب المغرب قوة، بغينا ولا كرهنا نختلفوا معاهم، يا غير قوة ضارية. تبعونا ذا مومو، شكون ذا مومو، شكون اللي طلع؟ تكلم يا تكلم يا مومو. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا انا كان نتحاور وانت كلمة وانا كلمة، اوكي سا مارش يا با سوسي. انت من وين؟ انا من ستراسبورغ. لا ستراسبور، ستراسبور انت 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 الماني جزائري خويا. جزائري عقبه. ايه محلى صوتك يا مومو، محلى صوتك، تكلم باحترام. اه والله نديو نجيبو في الكلام. تفضل مومو تفضل، اش عندك موضوع؟ نديو نجيبو يا التونسي مع بعضانا، مع بعضانا.
تكلم تكلموا باحترام كيفاش تبقوا يا مومو تكلم تكلم انا حراكيست باش يكون في انا من الحراك انا رانا عاطينا في الكوان كريمه يا مومو تكلم فوالا انا حبيت نشوف الاخوه المغاربه والصحراء الغربيه ولا مغربيه جمو فو هذيك صام ديغونج با موا فاهم عليا الغربيه هذا غير مع التونسي هذا التونسي هذا حبيت نهضر معاه ما نحبش نحكي معاه ما تحبش تحكي يا مومو يا مومو انت شو انت راك في الصحراوي يتكلم على قضيه صحراويه لا يتكلم هذا التونسي هذا إيه اسمعني الله يطول لي عمرك باش يعود موضوع بيناتنا في مستوى تلعت حراك يعني انك انت ضد النظام يا غار عندك اسلوب تاني في النقاش ليه انت انا ضد النظام فوالا انا رد بالك فهم يا تمام عندك ديريس عندك ديريس في اللايف امشي امشي مو مهم بتعرف لا خلو عندك ديريس لا معليش خلو يقول كلمته يا تونسي خلو يتكلم واتكلم يا مومو انت لا تمل يا انا ما نقدرش نتحاور مع واحد وهو يهدر لازم نشغله وانا حبيت غير نقول له حاجه واحده برك شوف بلاتي يا حسين بلاتي يا الحسين مو تصنط لي مو اسمعني معك اسمع 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 احنا عندنا موضوع هو الصحراء جمهورية تندوف عندك شهادة مرحبا بك ما عندك غتكلم مع تونسي على تونس احنا لا 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 ما راحش نتكلم معاه على تونس راح نتكلم له نعطي له زوج كلمات ومن بعد نبدا نهضر في الحوار هذا تفضل ما تعطيني ما